بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يا مولانا يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. اللهم طهر منهم بلادك واشف منهم عبادك وأعز به المؤمنين وأحيي به سنن المرسلين ودارس حكم النبيين وجدد به ما امتحى من دينك وانصره نصرا عزيزا واجعلنا من شيعته وأنصاره ومحبيه والذابين عنه بفضلك وبفضل ما نردده من دعاء الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.